نسبها مميزه جدا، ارباحها مميزه جدا، معيار كفايه راس المال اللي هو الحد اللي مطلوب به بنتجاوزه بكثير، فبالتالي بطمنك على القطاع المصرفي قطاع قوي، وطول ما في بنك مركزي قوي يبقى معناه انه في قطاع مصرفي قوي. طب حضرتك كلمنا على تحولات المصريين فعلا بدات تزيد شويه؟ انا حتى لو انا بتكلم على بنك مصر او البنوك المصريه بشكل عام. لا لا، هي مش بدات تزيد شويه، لو حضرتك عارف من ساعه القرار طبعا مارس 24 اللي هو كان في 6 مارس تحرير سعر صرف اللي اخده محافظه البنك المركزي والبنك المركزي والديل اللي تم بتاع راس الحكمه، وبعديها البنك المركزي راح محرر سعر الصرف. احنا يعني الحمد لله احنا فوجئنا بالتغير، مش بياخد ايام، لا ده بياخد ساعات. التحويلات العاملين بالخارج رجعت لمعدلاتها الطبيعيه، ما بقاش في سوق موازيه. اصل خد بال سيادتك، لو ما دام السعر واحد يبقى معناها خلاص كله هيلجا للقطاع المصرفي، لان هو ده المنفذ القانوني للتحويلات العاملين بالخارج. فلقينا تحويلات العاملين بالخارج تتزايد، يعني اقول ايه، 200 مره عن الارقام اللي كانت بتيجي. لقينا ان المصريين ابتدوا يبيعوا الدولار ويحولوا لشهادات، طبعا عندنا شهادات مميزه سواء 3 سنين اللي بتدي 30 و25 و20. دول عملوا كام في بنك مصر؟ عاملين بكام في بنك مصر؟ احنا عندنا ال3 سنين وعندنا السنه. عندنا السنه بتدي 27% وتاخدها اخر السنه، وعندنا الفايده 3 سنين بتدي 30% السنه الاولى و25% السنه الثانيه. دول جذبوا قد ايه فلوس البنك مصر؟ لا مش يعني مليارات عشان بس ما حدش يقر يعني.